دافين الفريكي بده 2 دجاج كامل يعني بعظمه وبجلده، أو بده يكون مقطع كيلو فريكي بالإضافة إلى سمن بلدي، بصل عدد 2، حمص وملح، كمون، فلفل أسود وماء فاتر. يلا هاي احنا حاطين الدجاج والبصلات. نعم. انا دايره بالي عليهم. بدي تحكي لي عن الفريكي. احنا شايفين قدامنا طواق من الكش من القش، فيها اللي هي فريكي خضراء وفريكي ناشف. احكي لنا كل هذا، انا معك واي شيء بامرك. طبعا هسه احنا القمح يوم نزرعه بشهر 5 بنعمل بنبلش بالفريك لانه بكون لسه بعده طري. نعم. طبعا انا عندي هاي الفريكه من العام الحمد لله مخزنها جاهز، بتصير بهاي الشكل. طبعا امهاتنا وجداتنا الله يرحمهن صنعوا من حبه القبع الطحين. عندنا البرغل الخشن، برغل الناعم، عندنا القمح بنعمله قليه، بنعمل منه حلويات. عندنا هون الجريش مشان عمل منه الكشك. وعندنا كمان الله ما صلى على سيدنا محمد حلويات كثير كان الرفيع. امهاتنا يعملنها كثير. يعني الجريش ينقع عنه مي وصفنه ويحطن الحليب الغنم والسكر ويعمل لنا زي الهيكلية. يعني احنا صرنا بست 7 أصناف من القمح تحديدا. كمادة أولية كانت الأم بالزمانات تحضر منها. اللي هي قوت يومهم أو أكلاتهم. لحتى احنا طلعنا بكل هالأصناف كدخل للمنزل. طيب هلأ أنا قطعناها بموسم القمح وطلعنا بالفريك الخضرة. كيف بدها تحضرها السيدات؟ كيف بدها تغربلها؟ كيف بدها تشيل؟ طبعا احنا بنقطعها خضرة لسه مش يابسة. ومنولع النار طبعا بنصير نجرز تجريز. انا والله عملت بس نسيتني على ما اصور، كان فرجيت قيان. وبنحطهن على النار. طبعا هي غلبه بتتغلب، بصير تقلبي فيها الشوح تشويح فيها. بعدين بنشيلها، بكون عندنا تربال وغربال. زمان انا محافظ عليهن لسه. بنقعد نصير نفرك فيهن، القش بيطلع لبرا والحبه بتنزل تحت الغربال. طريقه التنشيف، طبعا بنحط الشاشه تحت شريطة هيك نظيفة. ومنحطهم على السطح. ومنصير كل يوم نقلب فيهم، يعني كل ما شفتيهم بصير قلبي فيهم. يا سلام. تينشف هسه أنا بعدها لسه خضرة ما نشفوا اللي عندي ما شاء الله. تمام. بس ينشفوا بطحنهم ناعم. وخشن. يلا. ناعم نعمل فريكة شوربات، والخشن بنعمله طبيخ، أي نوع من الطبيخ اللي بتحب ست تعمله. يلا. أنا اليوم بعمل الدفين. هاي الدفين، هاي الدجاج والبصل أنت حطيته. أنا حطيته عشان الوقت. طيب نصبح على كل جمهورنا الكريم، نطلب من الزميلة هلا نوفل المخرج الرئيسي اليوم لحتى طلعنا بس أرقام الاتصال والتواصل معنا من خلال برنامج المطبخ. أهلا وسهلا باتصالاتكم المباشرة، أسئلتكم، استفساراتكم. طبعا الست فريال معروفة لدى قائمة وزارة السياحة وزارة الزراعة، وكثير من الأجانب وكثير من الوفود العربية بتتوافد على قرية حور تحديدا بمحافظة إربد لحتى تشاركهم إن كان بثقافة هذا الطبق أو إن كان بطريقة تحضيرها، وبالإضافة إلى إنها سيدة كمان مصدر دخل. يعني أي إشي بيعجبكم ممكن كمان تقدروا تزوروها وتشاركوا منها. فريكة وحمص حب كمان جديدة. نعم. هاي بنعيش وبنموت هيك. أمي كانت هيك كانت أمي تطبخها الله يرحمها. تعيش حلو. طبعا ناقعين أنا بحط العشبة هاي بزرعها العصفر، هاي العشبة العصفر بحب أحطها على الأكل. تعطي لون حلو للأكل. ما شاء الله. طبعا نقعتها وغسلتها وصفيناها. تمام. بتصوليها مرة كثير لأنه دخن ونار ضلوا علي سوال. مزبوط. خليها تنظف نهائيا. تمام. إذا إحنا حطينا الدجاج، بس عشان نحكي للستات، حطينا بصل مقطع الشرحات سلايس. وحطينا الدجاج والبصل. ضليت تقلبي فيهم ليستوي الدجاج. تيصير شوي أحمر. مع البصلة. والسمن البلدية طبعا. في ناس زيت زيتون بصير ما في إشكال. وبحط كمان معلقة هيك لأنها الفريكة بتحب السمنة. أيوة أنا هون هذه النقطة بحبها. تمام. سمن البلدي برضو شغلك من الصبح. تحضير. كله. هسه بحط عليها المي الساخنة. يلا هاي المي الساخنة بدنا نصبح على كل شركائنا بمطبخ يوم جديد. الله يعطيهم ألف عافية جميعا، وإن شاء الله دوام التفوق والنجاح للجميع. بما أنه إحنا بنحكي عن الفريكة، فمنتجات الكسيح برضو كمان في عندهم فريكة للستات اللي بتحب تشتري من السوق مبكت، بالإضافة إلى العديد من منتجات الكسيح الموجودة بكل الأسواق. نعم هذا هو الباكيجينج، أو هاي هي طريقة التعامل.
تعبئة للفريكة ومش مصبوغة ونظيفة، وبس بدك تصوليها مرة أو اثنين بس من الكسيح وبيكفي، بتكون أمورها تمام. بالإضافة إلى أرز خليفة، أرز خليفة بكرة بدي أشتغل لكم فيه على الهواء لحتى تشوفوا معانا طبق كمان الدجاج بالزعفران، إشي كتير طيب وغير شكل. هسه بدي أغطيها. نعم يا سلام، هسه بدي أغطيها. طيب أنت الحلو إنه مو مكتر بهارات، يعني حطت شوية كمون، لا بس فلفل أسود وملح والسمنة، بتعطي كمان السمنة للفريكة نكهة ممتازة كثير. هلأ هم إحنا سميناه الدفين، الدفين لأنه إحنا حطينا كله مع بعضه، كان حطوه بالطابون. أوه. مش مثل شغل اليوم. كان كله يحطه مع بعضه، الفريك بتاخذ وقت. كله يحطونه بالطابون. ببيتك بتعمليها على الطنجره ولا بالطابون؟ لا عندي طابون بعملها، وحتى بيجي السياح باكلها من عندي من الطابون، بطلعها من الفرن دغري. يلا ان شاء الله بالهنا والعافيه على قلوب الجميع. طيب هلا احنا بدنا نحكي عن الكشك، وبدنا نتعمق شوي بالتفاصيل. احنا مش جايين نعمل كشك ونروح، او فطر او حتى شويه فطاير ونروح، احنا بدنا نحكي عن تفاصيل. نعم. بدنا ناخذ اصولها من السيده فريال الكوفحي، يعني سيده مجتمع محلي وتعمقت وانخرطت كثير مع امها وجدتها، لذلك نعم. هي عندها المعلومه الصح. فخلينا نشوف مقادير الكشك على الشاشه، وبعدين بعد ما نحضره بنحكي عن الفطاير، وبدنا نسلم كمان على حليب زين البودره المجفف من شركه دلتا الصناعية، موجود بكل الأسواق. الستات اللي بتسأل عن العلب الحديد موجودة، موجود يعني غالبا بكل المحال التجارية والهايبر ماركت. مقادير تحضير الكشك على أصوله: 2 كيلو لبن غنم خافر، 1 كيلو من جريش القمح، بالإضافة إلى الملح. عنك أنا بجيب ولا يهمك. يلا تمام ست الكل. هلا احنا هون عادي بدنا نخليها تغلي زيها زي اي طبخه بس. نعم. وبعدين هلا انا بجيب لك الغطاي بنغطيها. نعم. وبنهدي عليها. هي القمحات عندك، تفضل احكي لنا عليهم من الصفر. انا اجيت وشفت. نعم. هاي الاليه، بدنا الاليه من الصفر لحتى الستات تعرف شو هو الكشك على اصوله. نعم. تفضل. طبعا بشهر 6 بنحصد احنا القمح. طبعا بالدراسات بنطلع القمح طبعا، والتبن بيطلع لحال. هاي القمح هيك. طبعا الكشك ما بنطبخ القمح زي البرغل زي اللي مجدر يوم نعمله، لا الكشك بعمله قمح اسمه جريش. نعم. من دون ما اطبخه نهائيا. يلا رح نثبت ايدنا على الكاميرا من فضلك. هذا هو الجريش. نعم نعم. هاي للكشك. وطبعا بجيب لبن الغنم بروبه، سميناه لبن الخافر لانه لبن حامض. طيب ست الكل بس عشان الكاميرا عم تهرب منا، هي القمحات. نعم. من هون احنا قطفناهم، بعدين هذا هو. لا هاي القمح شايفه. أيوة. هيك بعدين بنطحنه. نطحنه هيك من دون ما ينطبخ، يعني لسه بعده قمح اسمه جريش. نعم تمام. شفتوهم انا متخبي ورا الخبازه. يسعدك حبيبتي. بعدين نعمل اللبن الغنم بروبه انا، هاي روبت انا افرجيهم كيف. يلا ورجينا اللبن. هاي لبن. لبن غنم طبعا. نعم. وبخليه يحمض يومين برا، ما بحطه بالثلاجه مشان يتخثر ويصير حموضه. نعم. لانه حلاوه الكشك بكون فيه الحموضه. مزبوط. بعدين بحركه بخليه سائل شوي. وبحطه على نعم. الطنجرة. احنا بدنا نشتغل على هذا شوي شوي. نعم. عشان الكاميرا تلحقنا وكمان الستات. نعم. تاخذ منا المعلومه. نعم. صافيه. والعيلة بس الهاي. يلا امرك حاضر. هاي شغلنا الغاز وحطينا. هلا هون ايش اللي حطيناه؟ اللبن الخاثر. اللبن الخاثر. نعم. لبن غنم. نعم بس يسخن بدير عليه الجريش. الجريش يلا بس يسخن شوي. نعم. لسه بده على الغاز. طيب هاي الفريكه بلشت تغلى، راح اهدي لك النار. طيب خلينا نشوف مين معانا على البث المباشر، وكمان اي اسئله في بالكم يعني لا تترددوا. خلينا نسال الست فريال عليها اول باول ونعرف المعلومات الصحيحه من الشخص المناسب. احلى شيء الزراعه ويسعد صباحكم. وفي معانا صبيه مرتبه بتقول انا والدي مزارع، بدي اوجه له تحيه. الله يقوي ويقوي كل المزارعين وكل القائمين بالمجال. ام نعيم بتسلم علينا وانشراح الحباشنه. نعم تمام. احنا عم نستنى عليه يسخن. بهالمناسبه بدنا. نعم. نذكر بانه شهر ايار هو شهر التوعيه لمرضى حساسيه القمح. شافاكم وعافاكم الله دائما. نعم. دائما الوقايه خير من. نعم. قنطار علاج. نعم. فان شاء الله يا رب الله يشفيكم ويعافيكم. نعم.
ويهدي بال الجميع دائما هي الصحة رأس المال ولا أي شيء تاني بتعوض نعم. وبروح وبرجع نعم. هاي هون بلشت رح أهدي النار أمرك يلا تمام هاي الفريكات جاهزين ما منخلي يغلى كثير افتور يفتر افتور تمام يلا بس هسا بحط الجريش الجريش حطيت طبعا ملح نعم انت بتشتغلي على النظر انا عارفة اه على النظر وبتحرك نعم. بظن احرك فيه بس يجمد شوية شايفة بصير هيك انا جبت جهزت عشان افرجي بصير هيك نعم اذا بدنا نضل نحرك نعم. عليه على النار نعم. نعم حتى يصير بهالشكل اللي قدامك الشكل هذا طيب خلينا احنا بس نثبت ايدنا من فضلك معنا نعم. اتصال الو صباح الخير يا ام سالم الو ام سالم الله يعطيك العافية أهلا الله يعافيك يا أم سالم صباح الورد صباح النور يا قلبي أهلا يا ست الكل نورت بدي طريقة المكمورة والله أنا عمري ما سويتها نعم هلا بنقول لك يا أم سالم أهلا وسهلا وميت مرحبا بدي تكون ناجحة يعني عن جد كثير لأن بشوفها ونفسي هيك يعني كثير بطلبوها مني ولادي مش عارفة أسويها أبشري أمر أبشري أهلا وسهلا صباحك وصبحي أهلا يا ست الكل حبيبتك. حبيبتي الله يسعدك بالنسبة للمكمورة فريال كوفحي عملت لنا إياها على أصولها على طريقة الجدات بدون أي زوايد صحيح نعم. وبدون ولا أي شيء زيادة على طريقة أهل زمان وعلى طريقة أهل الشمالات اللي اشتهروا فيها لذلك بتلاقيها على اليوتيوب تحديدا نعم. اكتبي المكمورة فريال الكوفحي مطبخ يوم جديد بيطلع لك أمرك نعم. ستي تفضل بعد ما نخلص أيوة. منجيب سدر أيوة. ومنقرص هيك زي ما بنعمل شافة ومنحطهم على السدر كلياتهم اه طيب انا رح اجيب سدر نعم. واشوف ام العبد صباح الخير يا ام العبد صباح النور يسعد صباحكم يا صباح النور والسرور بالله بدي اسال بالنسبه للكشك تفضلي ستي هاي الست فريال معك انا كان عندي لبن عملتها مدوره نعم وحسيتها زي اللي فاشت ما ضبطتش كلبنه قام قالوا لي اعمليها كشك كان عندها لبنه نعم وقالوا لها اعمليها كشك بصير رحت بصير نعم تفضلي ستي معك تفضلي ام جبت القمح زي ما انا شايفها على التلفزيون عملت نفس الطريقه ايوه حطيته ونشف وهي موجود عندي بعد زي الحجر بس مره جربت اجيب واحد وادقه ده في مرار بالطعم هو من اللبنه هو انا شو الخطوه حاضر هلا بنشوف الست فريال شو قصدها بهالكلام حاضر امرك جابت لبنه نعم ونشفتها وعملتها بهالشكل وصارت معها يابسة والأمور تمام نعم أجت دقتها وبعدين جربتها على الشغل طلع معها مرار جزء خطأ من اللبنة اللبنة لبن نعم نعم إذن المادة الأولية هي المهمة نعم درجة الأولى نعم تمام إذن إحنا بس خلينا إحنا شوي شوي أنا مش عم بلحق عليك كيف الكاميرا إن شاء الله يعطيك الصحة يا رب أنا بحب ما شاء الله أنا بتجينا 40 واحد 50 واحد تبارك الرحمن أنا يا جماعة بكون أحكي معها تليفون 50 واحد بحكي معها وبترد على 50 والله الحمد لله الله يتم عليك يا الحمد لله الحمد لله ونرجع ونحكي بنذكر كمان مرة نرفع إيدنا الثوب أهل زمان لا عشان ما يرفعوا على ايديهم لا. من باب الالتزام والدين طبعا لا. كانوا يربطوا الكم لا. وانا على طريقه امي الله يرحمها حكيناها المره الماضيه وراح احكيها المره هاي لحتى الست ما تكشف ايدها وبنفس الوقت كمان تضل ايدها مغطايه وما ينزل هاي. بالاكل نعم شايفين كيف الدنيا حبيبتي من ايش بنتعلم نعم الله يعطيك الصحه والعمر يا هيك شايفه بعد ما اخلصهم هاي بحط عليهم شاشة زي الجميد ما بنشفوا الجميد أيوة. ما بقلبهم بنفس اليوم بقعد يومين نعم. ثاني يوم ثالث يوم بقلبهم برد برجع بقلبهم يعني بقعدوا 10 أيام إذا كانت الشمس حامية 6 أيام 5 أيام إذا كانت شوية برد بدهم 10 أيام طب أنا ليش بسمع في مجالس السيدات كشكات فريال أزكى من كشكات سناء وكشكات مريم أزكى من كشكات عايشة السبب اللبن ولا التنشيف ولا طريقة التحضير؟ لا طريقة جداتنا أزكى إشي والله أنا هاي أخذتها عن جدتي عطتها لأمي أمي كنت يعني جدتي وأمي يعملينها تعلمتها منهم الله يرحمهم تعيش وتترحم ربي. يا رب يعني إحنا بدنا أنا قصدي من هذا السؤال نوجه كلام للسيدات أو اللي هي نصيحة من وين تشتري لبن؟ شو نصيحتك للسيدات عشان يطلعوا الكشكات زكيات زي كشكات فريال؟ نعم يعني شو تنصحين؟ أنا بروبه ما بشتري مو أنا لأنه بطلع أنا بروبه على إيدي بجيب لبن غنم نعم وبغليه
وبروبه بعمله لبن بخليه برا يومين، حكيت يومين مشان يصير خاثر لبن حامض. نعم. وبعدين بعمله مثل ما فرجيتكم هون الطريقة وبقرصه. ما شاء الله. وبصير بالأخير هاي النتيجة. إذا سكرناه بالشاش قالت كمان مرة. نعم. نعيد المعلومة. نعم. ما تقلبيه من أولها. لا يومين. يومين. يومين وبعدين. نعم. بدك تغطيه بالشاش زيه زي الجميد وتنشفيه. نعم. يصير قراص زي ما إحنا شايفين. هاي. صحيح. هاي. يلا هلا نورجيهم إياه كمان. شايفين. بسم الله ما شاء الله. الله يتم عليك. الله يرد الروح فعلا. وهي الريحة ما شاء الله شميها كمان شوفها. يعني ريحه هيك التراث القديم ريحه جميل. ما بقول لك ريحته هيك، ما هو زكاوته بالريحه، يوم تعمليه فطاير زكاوه بالريحه. المهم احنا طلعنا حلقه اليوم. انا مبسوطه اللي سبقت الكل يعني. الله يسعدك يا رب. والله الواحد بيفتخر فيكم ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. طيب هلا احنا نشفناها. نعم. بعدين كيف بدي اشتغل في الكشك؟ هسه بدنا نعمله طبعا. باخذ، خليني اخذ لزيادة عنك، شو بدك انا بامرك؟ بس بدي صحن. يلا افرجي. حاضري. بس طبعا باخذ حسب ما بدي بالنظر، مثلا باخذ كميه عائله صغيره باخذ نص كيلو لفرجين، بحطوهن بجات واسع بغميق. بجيب اللبن ما بحط المي عليه نهائيا، هاي قبل بيوم مش نفس اليوم بعمله. مثلا انا بكره عندي فطاير كشك. أيوه. بنقعه قبل بيوم. قبل بيوم بالليل. بالليل بدير عليه هاي. ها بسم الله يا سلام. بدير اللبن وبغطي عليه لثاني يوم. يعني هلا انا طلعتهم بالليل، بكره. نعم. بدي اعمل فطاير كشك، انا عازمه في ريال عندي وخايفه شو ما يعجبها شغله. جبنا الكميه اللي على قد بيتك قبل بليله وحطينا عليها اللبن ورح نغطي عليها. نعم. لتاني يوم. نعم. شو رح يصير تاني يوم؟ يلا خلينا نورجيهم النتيجه. هاي شايفه كيف هاي بتصير جاهزه للطبيخ للمعجنات. تقريبا 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 بموسم القمح قديش بتعملي كميه كشك؟ كثير، لانه عندي مطبخ تبارك الرحمن بالمئات الكيلوات تبارك الرحمن ما شاء الله. صباح الخير يا ام محمد. حبيبتي السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اهلا وسهلا. كيفك ست علا؟ انا منيحه يا ست الكل، مشتاقيت لك. ام محمد بني هاني. اهلا وسهلا بام محمد، نورت. كيفك حبيبتي؟ انا منيحه والله، مشتاقيت لك. الله يرضى عليك. كيفك يا ست فريال؟ الله يسعدك حبيبتي. الله يسعدك. انا من البارحه من الشمال. الله يسعدك ربي حبيبتي. من البارحه جيرانك يا ام يا ست فريال. الله وبشكرك يسعدها. على هالجهود ما شاء الله عليكي. الله يجبر بخاطرك. شكرا. الله يسعدك. وهالتراث اللي لابسيته حبيبتي. الله يسعدك. انا بعشق التراث وبعشق جداتي وامهاتي الله يرحمهم، ورحمه الله على امي اللي علمتني هاي الاشياء، وانا هسه كمان بعلم بناتي وبناتي بيعلموا بناتهم لك الحمد. يعني لسه قصه التراث بعدها ببيتي الحمد لله. ما شاء الله. انت من البارحه ست فريال صح؟ نعم من البارحه. انت من البارحه ومجوز بقريه حور. نعم. خالتك بتكون الحجة مريم الله يرحمها. والله احنا قطفنا الملوخيات. حبيبتي الله يسعدك يا ام علي على اتصالك الجميل. شكرا. واهلا وسهلا فيك. واحنا يعني مملكتنا كبيره ولكن احنا يعني زي ما بيقولوها حارتنا صغيره وكلياتنا اهل واصحاب. فاصل بدنا فاصل. طيب ماشي. احنا هون بس بدنا نورجيهم النتيجه النهائيه. هسه بنخليها بنغطي عليها لثاني يوم عشان مثل ما فرجيتك كيف تتجانس كلها مع بعضها. تتجانس. نعم. نعم. وبصير أقرص ثاني يوم فيها. أيوة. مثل ما فرجيتك. إذن إحنا هاي هي القوام اللي بدنا إياه. نعم. على الغاز. تمام. رح نطلع فاصل كتير صغير ونرجع. نعم. بعدين نسوي فطاير الكشك ونفسي أذوقهم من الزاقيات بزيت الزيتون. إشي إن شاء الله. بجنن. فاصل ورجعين خليكم معنا.